اهلا بكم. كلنا نفسنا نزرع فول حراتي في البيت، بس المشكلة ان احنا لما بنزرعه يا اما ما بينبتش، او بينبت وبيموت على طول، او بينبت وبيطول بيبقى 10 20 سنتي وبعد كده بيموت، او ما بيزهرش، او ما بيطلعش فول حراتي زي ما احنا عايزين، وما بيديناش النتيجة المتوقعة. النهاردة نتكلم عن زراعة الفول حراتي بأبسط طريقة، وايه هو نوع الفول اللي مفروض نزرعه علشان يدينا ينبت معانا ويدينا محصول كويس بأبسط طريقة في البيت. تابعوا الحلقة. السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقة جديدة من الزرع وسنين. النهاردة هنتكلم عن طريقة زراعة الفول الحراتي، او طريقة زراعة الفول عموما في المنزل بأسهل طريقة، واهم حاجة ان احنا نعرف ازاي نكبر الشجرة والمعاملات الزراعية المهمة، من طريقة انبات البذور وتكبير البذور، ونبتدي نعمل مجموعة خضر كويس، وطبعا الري والتسميد ومعدل الشمس، واهم حاجة نوع البذرة اللي هنزرعها. طيب انا عندي هنا نوعين بذرة، دي بذرة اسمها فول بلدي، ودي بذرة اسمها فول فيومي. هنعمل مع بعض التجربة الجميلة، دول 10 بذور و10 بذور، هنبتدي ننبتهم بالطريقة اللطيفة بتاعتنا السهلة. معدل انبات في البذر البلدي ومعدل انبات في البذر الرومي. في فولة تانية او تالتة اللي هي بتبقى محمرة شوية اسمها فول فيومي، واخر نوع فول في السوق مشهور يعني اللي هو الفول المستورد. انا بنصح ان احنا ما نحاولش نزرع الفول المستورد كتير، لان هو بيبقى ليه درجة حرارة ورطوبة ومعاملات بره مصر، لكن احنا هنزرع في مصر، فنزرع الفول البلدي بتاع مصر. بسيطة خالص الموضوع، لطيف جدا يعني. فانا لما ازرع ما ازرعش فولة او بذور فولة جايبينها من بره مصر، لان هي ممكن قوي تغلبنا على ما تكبر، وتغلبنا على ما تنبت، وتغلبنا على ما تجيب محصول، لان هي درجة الحرارة والرطوبة مختلفة من بره عن جوه. فالافضل ان احنا نزرع فول بلدي، ان كان فول بلدي عادي او رومي او حتى الفيومي. طيب طريقه الزراعه بكل بساطه، انا هعمل ايه، نزق دول كده شويه، وهجيب منديل احط فيه الفوله، واحط فيه الفوله بتاعتي قريبين من بعض مش قريبين من بعض. عايز تجيب حته فوطه تحط فيها الفول بدل المناديل، كل واحد كله شغال، كله مش مهم خالص، كله سهل. عايز تجيب قماشه، هات قماشة لطيفة وأفضل طبعا من المناديل، وهنحط فيها البذور بتاعتنا. طبعا في ناس بتقول إن احنا نحط الفول أو أي نوع بذور الأول ننقعهم نص ساعة أو ساعة حسب نوع البذرة. في بذور بتتنقع 4 ساعات، وفي بذور بتتنقع يوم كامل. ننقعها في مية بحيث إن هي تشرب مية مرة واحدة، ماشي مفيش مشاكل، مية مية. عايز تعمل كده أعمل كده، ولو إن أنا بعمل إيه، بروي او يعني بغرق المنديل بحط فيه شويه ميه بزياده، فالموضوع بيبقى لطيف. طيب هنجيب الازازه نحط بس كده، ايه بص على ايدك كده تحط الميه اهي خلاص، وبعد كده هنحط القصه الحلوه دي في كيس. بس الاول نعمل الفوله الثانيه. لو عندك زي ما بقول حته قماشه وحطيتهم في حته قماشه بدل ما تحطهم في منديل تحت وفوق، ماشي بيبقى احسن طبعا. المهم ان احنا دلوقتي مش مختلفين على ان الافضل ان انا انبت الفول بره، او على الاقل انقعه بره ثم بعد كده في التربه لما بيكون ابتدى يطلع جذور. ليه؟ لان لو انا حطيت البذره على طول في الطينه وابتديت اروي هتقعد 3 اسابيع على ما تنبت، في حين ان هي بالطريقه دي هتقعد 4 ايام بس او 3 ايام، واحيانا اقل من كده على ما تنبت. فلما تنبت وتطلع جدر 2-3 سنتي وتبتدي تطلع حتى ربع، يعني في احساس ورقة بتطلع كده، هننقلها في التربة وهتلاقي ان الموضوع ده احسن بكتير. لكن مهم جدا ان انا دلوقتي عملت الفول اهو وهبتدي نبته كمان 4 ايام، في نفس الوقت دلوقتي تحضر التربة بتاعتك وترويها. بس الاول هجيب كيس كده وحطها جوه الكيس. حد قال لي بقى هحط البذور في مكان ضلمة ولا نور، مش فارق، بس المهم ما تحطش في الشمس طبعا ولا في مكان حار، يعني ما تحطش في حتة حر، تحط على رخامة المطبخ، تحط فوق التلاجة، تحط على الترابيزة زي ما هي كده، هسيبها هنا على الترابيزة. لكن تحطها في مكان حر البذور دي كلها هتموت.
تحطها في التلاجة البذور دي كلها هتموت. نطلع بقى نعمل نحضر التربة بتاعتها ونشوف هنعمل فيها ايه. هنجيب القصيص اللي هنزرع فيه ونبتدي نعمل عليه بعض الحاجات. هنا كنت زارع شتلة وماتت عادي تحصل 100 مرة، وهنا برضو كنت زارع شتلة وماتت. نعمل ايه؟ نفرغ التربة تاني، ننظف القصيص كويس، وممكن نطهره او نعقمه، نحط عليه مياه سخنة او تسيبه 3-4 ايام في الشمس. ممكن نغسله كمان كويس، نتأكد من الخروم تمام. طيب حد هيقول لي القصيص ده 22، هل ينفع ان انا ازرع فيه فول حراتي؟ لا. ليه؟ لان الفول حراتي زي البطاطس زي البطاطا جذورهم كبيرة، فانا لو زرعته هنا الجذور هتنزل وهتملى وهتطلع لي الزرعة من فوق يدوبك 40 سنتي يعني قد كده تحديدا او كده على الاكتر، وتبتدي تفرع افرع مش هتكبر، لا الافرع هتكبر لا الساق هيتخن، وحتى لما تبتدي تظهر اخرها تجيب لك فليتين ثلاثة صغيرين قد كده اهو وخلاص. لكن الافضل ان انا بشتغل في الجردل الكبيرة فما فوق، يعني ممكن القارورة الكبيرة بتاعة المية، ممكن الجردل الكبير اللي هو 30 سنتي الجميل ده بتاع البوية جميل جدا. طيب بعد ما بنعمل كده، الهدف بقى من كل الكلام ده ايه؟ ان احنا نحط بعد ما هاخد نص التربة كده تمام، هنحط بقى كومبوست او زبل حمام متحلل. يعني ايه متحلل؟ يعني هنحلله الاول بره. احنا كده كده اول ما بنجيب الكومبوست بنخمره، او زبل الحمام بنخمره. يعني ايه بنخمره؟ انا لو جبت زبل الحمام على طول وحطيته بيبقى حامي جدا جدا على الزرع. فامتى بعمل كده؟ لما احطه تحت خالص شويه صغيرين، كبشه ايد كده اهو على الجردل ده كله كبشه ايد او كبشتين بكتير، تحت خالص يتقلب وسط شويه تربه، وبعد كده اقعد احط تربه تاني. فزبل الحمام بيتخمر تحت على ما الزرعه تكبر في شهر شهرين وتمد جذورها تحت خالص ال 30 سم دي، توصل لزبل الحمام المخفف. انا مخففه برمل كتير، يعني انا حاطط كبشه ومقلبها في كل التربه اللي تحت، يعني مثلا قيمه تلت التربه اللي تحت دي كلها عليها كبشه بس ايه زبل حمام. وبعد كده قبل ما ازرع الشتله لازم التربه دي زي ما احنا بنعمل دلوقتي تكون مجهزه قبلها باربع خمس ايام. احط ميه كل يوم، اروي كل يوم. ليه؟ اسمها بتطفي السماد البلدي. بطفي يعني ايه؟ هو اول ما بيبتدي يجي عليه ميه بيبتدي يتحلل وبيبتدي يطلع حراره شديده جدا، غازات قويه جدا ناتج عمليه التحلل الكيميائي وي تمام. فانا لما اعمل كده 3-4 مرات على مدار 3-4 ايام، ايه اللي بيحصل؟ السماد ده بيطفى بيهدى، بقى التفاعلات الكيميائيه دي بتكون هديت شويه. فلما ازرع التربه الشتله في التربه من فوق السماد ده ما يطلعش عليه غاز الامونيا او ما يطلعش عليه ايا كان الغازات، ما بحبش اخش في تفاصيل علميه يعني، فالسماد ده ما يطلعش غاز حارق الجذور وقاتلها. فانا بنقول ايه؟ نهدي السماد ان كان كومبوست ان كان سماد بلدي. طبعا الكومبوست اخف شويه من السماد البلدي او شويتين، لكن دايما احنا بنقول كده. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ احط تحت هنا، شايفين ادي تقريبا تلت المقدار، اروح اعمل كده. طبعا في رمل، طبقه رمليه تحت، نقلب كله مع بعضه تمام اهو كده، واروح حاطط الكومبوست بتاعي او السماد البلدي. يفضل ان السماد البلدي اول ما بنجيبه برده بنحطه في جردل، نحط عليه طبقه طينيه ونقعد 3-4 ايام برده نحط عليه ميه، يقوم هو كمان يطفى بره، وبعد كده اجيب كبش انشفه في الشمس يبقى بودره تاني. يعني انا السماد البلدي بعمل فيه ايه؟ بجيبه في جردل املى السماد البلدي بتاعي كله او كومبوست، وبعد كده احط شويه طينه او شويه رمله من فوق عشان الريحه، وكل يوم اروي 3-4-5 ايام، وبعد كده اسيبه ينشف بقى. يعني الكلام ده انا عامله من اسبوعين مثلا، اسيبه ينشف لحد ما ايه يبقى حجر او يبقى بودره، ابتدي اخد منه هتلاقي بودره كده، اخد منه واروح حاطط، خدت بالك؟ وهكذا.
لما احط برضو اقوم عامل نفس الطريقه، حاطط السماد، طمنت تماما ان السماد العضوي يبقى متحلل. طيب فكره التحلل ايه؟ انا مش عايز سماد يبتدي يتحلل وسط الجذور، انا عايز العناصر الغذائيه على طول، اكنك بتاخد حبايه فيتامين. انا مش عايز نبات يقعد يهضم في حاجه عماله تتفاعل وتتحلل فيقوم يعمل ايه، يعمل تثبيط للنمو او يوقف النمو. يعني النبات يقعد يبذل مجهود في ان هو يحلل العناصر ويهضمها، انا عايز عناصر مهضومه على طول، عايز كبسوله فيتامين زي اللي احنا بناخدها، تمام؟ عشان كده بعمل الحكايه دي، ودي افضل للنبات. طيب عملت القصه دي، هبتدي ان انا طبعا احنا كده فكينا التربه والمفروض ان انت مشمسها، يعني كل حاجه حضرتك عاملها مية مية. شوف زلطة اهي مش عايزها، تمام؟ عملت الكلام ده كله وظبطت الدنيا وحطيت السماد بتاعك، ابتدي اروي بقى. اهو هنبتدي نروي علشان لو في اي، الراية الاولانية لازم تكون غمر، لو في اي كتل هوائية او فراغات هوائية وسط التربة تروح. الراية الاولانية غمر. واحد يقول لي اهو خلاص كده هتسقط وتسرح من تحت، وطبعا كده احنا اتاكدنا من فتحات الصرف، اتاكدنا من ان التربه ما فيهاش اي نوع من انواع الفراغات الهوائيه، اتاكدنا من السماد بتاعنا مظبوط و100 100 وموجود وهيتفاعل مع نفسه على ما البذور بتاعتنا تنبت بعد 4 ايام، تمام؟ و100 100 لو تاخد بالك ان انا حاطط دلوقتي على نص الجردل بس مش كل الجردل. ليه؟ هنشوف في اللي جاي. تعال نشوف بقى دلوقتي بعد 4 ايام البذور حصل لها ايه. ودلوقتي بعد 4 5 ايام تعالوا نشوف النتيجة. اهو بفتح معاكم، واضح ان في انبتات حصل اهو. الفول نبت اغلبه طبعا، الحاجات اللي بتبقى زي دي كده ما بتكملش وبتموت، تبقى لا هي قادرة تقوم ولا عارفة تعفن، محدش عارف هي عايزة ايه مننا. لكن الفول الصحي هو اللي بيبقى كده اهو. من فوق هنا هتلاقي منبت هيبتدي يخضر، وخلال يوم او يومين هيطلع البرع من الخضري اللي يبتدي من خلاله يطلع الصاق. طيب ده الفول الواسع اللي هو الفول الرومي. تعال نشوف الفول الثاني اللي هو الفول البلدي الصغير اهو، خش جوه الكيس، في عفن وفي نبت. عشان كده دايما انا ما بحبش حكايه الزراعه في المنديل، لان اغلب الحاجات بتعفن او في احيان كتير بتعفن، زي العفن اللي احنا شايفينه هنا اهو. اهو العفن اهو، حتى الفولة نفسها طريت خلاص بيديك، خلاص كده ماتت. لكن برضو في شغال وفي مية مية. اللي تحت هو برضو منبت. خلينا نسيبهم يوم كمان لحد ما البرعم الخضري ينبت، وبعد كده نزرعهم فوق في التربة. خليكم معايا. وهنا بعد يومين كمان البذور بقت كده، طلعت اهي البرعم الخضري. دلوقتي انا اقدر ازرعها بكل بساطة، لكن اهم حاجة ما تحطش مية كتير. البذرة زي ما انت شايف مطلعة جذور في الهواء، يعني متعودة على عدم المية. لو حطيتها في مية كتير الجسم الفولة ده هيبوش اكنك بتطبخه بالظبط، والبذرة نفسها تتلف. انا هعمل تجربة على بذرة من هنا وبذرة من هنا. دي التربة اللي احنا حطيناها وحطينا عليها ميه من 4 ايام، لو تاخد بالك ان هي لسه فيها ميه او لسه رطبه، مش هسقيها تاني، هنكشها بس كده. واحد يقول لي انت ليه حاطط نص الجردل بس؟ اقول لك علشان دي عمليه اسمها التحضين، بنعملها بعد شهر ونص من الزراعه. بزرع البذره هنا فبتبتدي تنبت وتطلع وتطول لحد كده مثلا بعد شهر ونص، ابتدي اكمل التربه بتاعتي زي ما بنعمل في البطاطس وبنعمل في الطماطم وبنعمل في الفلفل وبنعمل في البتنجان. عمليه التحضين دي حتى احيانا بنعملها في الشجر، بتزود معدل الجذور السطحيه الافقيه للنبات، والجذور دي بتبقى ماصه للميه بصفه اكبر، وبالتالي الزرعه هتبتدي تلاقيها بعد ما تردم هتبتدي تلاقيها فرعت من تحت افرع.
لان هي عملت نموات جانبيه من الجذور، وكل نموه منها هتبتدي تعمل هي كمان نموه خضريه جديده، فتبص تلاقي الزرعه بتاعتك بقت 3 و4 زرعات تمام، وفي نفس الوقت بتتخن ساق الزرعه وبتقوي معدل النمو بتاعها. هنشوف الكلام ده مع بعض. هجيب البذره بتاعتي وهأحفر لها كده في التربه المبلوله كده، واروح حاطط البذره الجذر لتحت والبرعم بتاع الفوق، واروح رادم عليها بحيث ان ادوس بس على التربه دوسه خفيفه جدا، لو دوست جامد هتكسر الجذر، الزرعه دي ماتت تمام. مش لازم تغطي البذره، لكن انا هغطيها، لكن مش هغطي البرعم الخضري اهو بس كده. التربه مفلفله، لكن في نفس الوقت لو عملت كده اهو هتلاقيها الى حد ما ماسكه نفسها تمام. طيب نزرع البذره الثانيه اللي هي البلدي صغيره، نفس الكلام اروح حاططها بالراحه جدا عشان الجذر ما يتكسرش، بحيث ان البرعم يبقى لفوق، وانا مش عايز على البرعم طينه. طب انا ليه بعمل كده؟ ايه الكلام ده؟ طبعا للمبتدئين علشان البذور ما تموتش منهم، وخصوصا لما تكون بذره شرهه جدا لامتصاص الميه، وفي نفس الوقت حساسه جدا للميه الزياده، زي بذور الفول والفاصوليا والبسله، متعبه جدا، متعبه للمبتدئين. فانا بوريكم حركه سهله اتاكد تماما بيها ان انا البذره بتاعتي دلوقتي مش هتشرب ميه بزياده. التربه المفلفله دي اللي هي برضو فيها رطوبه، الجذر اللي مش متعود على الرطوبه قوي اللي كان في المنديل لحد ما المنديل ابتدى ينشف لان هو شرب كل الميه اللي فيه، الجذر ده هيبتدي يتعمق في التربه دي ويشم منها ميه ويتفرع فيها، فانا بديله فرصه احسن وكفاءه اعلى في الشغل، احسن ما احطه في تربه واديله ميه على طول ويوم هو يشرب ميه بالزياده يقوم ينفش او يعفن او يطرى او يحصل فيه ايا كان. طيب خلينا نشوف بعد 3 ايام ايه اللي هيحصل. هنا حطينا فاصوليا وحطينا الفول في الفوطه، نبتهم حتى الليف او اللوف نبتت، فنزرعهم بسرعه جدا. جبت كوبايات صغيره واحط الفاصوليا كده حتى لو على جنبها مش مشكله. كده فات 4 ايام على الفول اللي شتلناه في القصص والجرادل، تعال نشوف حصل فيه ايه. تمام نبت، وهنا لو تاخد بالك بس انا ببلبل بس وش التربه، لان التربه من تحت مليانه ميه، طالما مش في الشمس لازم تعرف ان التربه من تحت مليانه ميه. تمام بلبل بس وش التربه كده مش اكتر يعني. اهو نبت هي نية اهو. تعال نشوف ايه اللي في الجردل. هنا هو في قصيص غاب ممكن يشتغل وممكن لا، ما نعرفش لسه. نزقها كده في الشمس. تمام اتبتت اهي الفول اللي على الشمال والفول اللي على اليمين، كبرت تماما وبقت بتدور على الشمس. هلفها كده بحيث انها تشوف الشمس اهي، مية مية كده. كل الفول اللي طلع فوق التربة لازم يتحط في شمس، بس ما تحطوش في شمس عالية. هو دلوقتي كده كده الشمس اتكسرت، لكن عشان انا بزرع على الروف عندي الشمس 12 او 13 ساعة، فلو وديته في الشمس دلوقتي الفول ده ممكن يغيب مني ويموت، فالافضل ان انا هحطه يشوف شمس ساعتين ثلاثة الاول، يقعد كده 3-4 ايام، وبعد كده يبتدي يطلع لحته فيها شمس 8 ساعات، ثم بعد كده يطلع للحته الروف نفسه بقى اللي هو 13 ساعه. تعال نشوف بعد يومين ثلاثه ايه اللي هيحصل. وهنا بعد يومين ثلاثه خلاص كده الزرع اتقسى على 3 ساعات شمس، و القصيص اللي ما كانش نبت لا نبت تمام 100 100، وكده الزرعة دي خلاص محتاجة شمس، لان الفول بيحتاج شمس عالي قوي. هنبتدي نطلعه لشمس 8 ساعات 3 ايام، وبعد كده ياخد الشمس 13 ساعة عادي خالص. انتظروا الجزء الثاني من زراعة الفول والفاصوليا لما نشوف بقى ازاي نكبر الشجرة وازاي نخليها
تبقى صحية وتكبر وتدي أفرع كتيرة، وإزاي ناخد منها محصول بأمر الله. ولحد هنا أعزائي في كل مكان تكون خلصت حلقتنا من زراعة الفول والفاصوليا واللوف بأسهل طريقة من غير فرق كتير ومن غير ما يموت لنا نباتات كتيرة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو أول مرة زور القناة اعمل اشتراك، وانشر الفيديو ده عند أصحابك عشان المعلومة تعم وكل يستفيد، زكاة العلم نشره. وحتى نلتقي في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.